عندنا مسابقة جايزتها 200,000 جنيه يومياً، كل يوم في فايز أو فايزة هيكسب نص الجايزة 100,000 جنيه، وهيكون معانا طبعاً النجم هيختار الجمعية الخيرية اللي يتبرع لها بال 100,000 جنيه التانية. مستعدين؟ جاهزين؟ وأكيد هنلعب ونغني ونضحك وننبسط، وكل الناس اللي موجودة هنا هتلعب معانا. كمان عندنا مسابقة خطيرة النهاردة، وسؤال المسابقة حلقتها في أي قارة تقع جزر المالديف، آسيا، أوروبا أو أمريكا الجنوبية؟ جايزة المسابقة 200,000 جنيه، 100,000 جنيه المحظوظ هيكسبها اللي عم بيتابعنا هلأ، وحيدور على السؤال ويتصل كتير عشان يعرفوا ويكسبوا، وأنا شخصياً أقول له مبروك بكرة. وأكيد 100,000 جنيه التانية هيتبرع فيها النجم اللي معانا لجمعية خيرية. ابعت رسالة من أي تليفون محمول على الأرقام التالية: من مصر 95451، من المغرب 92299، برقم الإجابة الصحيحة عشان دي فرصة تكسب كل يوم 100,000 جنيه. في أي قارة تقع جزر المالديف؟ آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية؟